إلى مصر. وننتقل للحديث عن أداء الأسواق العالمية، ومعنا نادية البلاسي وهي محللة الأسواق في إكويتي جروب. نحييك نادية. أبدأ معك بالبيانات المنتظرة نهاية الأسبوع من الولايات المتحدة الأمريكية، بيانات الوظائف. كيف لو جاءت القراءة بتحسن سوق الوظائف، كيف سيبني الفدرالي الأمريكي قراره القادم؟ صباح الخير. نعم، نتوقع يعني هذه البيانات يوم الجمعة، ولكنها ستكون في الأبرز تحركا لهذا الأسبوع، مع توقعاتنا إلى a modest rise، يعني مش زي المرة اللي فاتت اللي شفناها في سبتمبر 336,000 jobs، المرة دي 182,000 وظيفة، فممكن أن نشوف تحسن ولكن سيكون محدود. طيب نادية، على مستوى ترقبنا لاجتماعات البنوك المركزية كذلك، يعني وحتى أبرزها لدينا بنك اليابان، بنك إنجلترا، واجتماع الفدرالي، إلى أي مدى لا تزال القراءة هي ذاتها التي توقعها الأسواق فيما يخص توجهات السياسة النقدية للبنوك؟ يعني من البنك اوف انجلند نتوقع انه يتم في تثبيت لاسعار الفائده، مع ان في التضخم مرتفع والتضخم يزداد يعني في المملكه المتحده، ولكننا نتبع كمان سياسه المركزي الاوروبي من الاسبوع الماضي الذي كمان خلى ان يكون في تثبيت لاسعار الفائده. ومن ناحيه الفيدرالي ممكن ايضا ان نشهد تثبيت لاسعار الفائده، ولكن الأسواق الآن تنتظر ماذا سيحدث في شهر ديسمبر وفقا على البيانات التي تأتي، ولكننا إذا لاحظنا البيانات تأتي بالفعل قوية مثل الأجور، نمو الأجور، ويعني البيانات الوظائف وسوق العمل يزداد أيضا قوة مثل ما شاهدنا في شهر سبتمبر. طيب نادية، الذهب كان متأثر كملاذ آمن، استطاع أن يصل إلى 2000 دولار ويتماسك على هذه المستويات، ما هي فرص الذهب مع ارتفاع الدولار الذي نلحظه اليوم؟ طبعا تلجأ يعني يلجأ المستثمرين إلى الملاذات الآمنة مثل الذهب والأصول ذات القيمة، وأيضا إذا لاحظنا أن الذهب يزداد يعني كسر منطقة المقاومة عند ال 2000 دولار والآن يستمر في الارتفاع مع الأوضاع الخطرة ومع يعني التوترات الجيوسياسية التي تزداد سوءا بالفعل، فممكن أن يعني نرى المزيد من الارتفاعات حول الذهب عند ال 2050، وهذا سعر المقاومة التي يليه من ال 2000 دولار. شكرا لك نادية البلاسي، وأنت محللة أسواق في إكويتي جروب. شكرا.